بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتمر الندوة العالمية للشباب الإسلامي 12 بعنوان الشباب في عالم متغير، مؤتمر مهم يقام في مراكش في المملكة المغربية، ويأتي في وقت التغيرات فيه كثيرة والشباب يمرون بمراحل خطيرة، فلا بد من تدارس الوسائل والطرق المثلى لمواجهة هذه التغيرات في هذا العصر الذي تعددت وسائله والمنافذ الثقافة والفكر فيه. فهو مؤتمر مهم، وكما علمنا وسمعنا ورأينا وقرأنا ستقدم فيه مجموعة من المحاضرات والندوات والأوراق التي تطرح الوسائل الأمثل لمواجهة الشباب لهذه التغيرات في هذا العالم المتغير. أتمنى إن شاء الله وأرجو بإذن الله أن توفق الندوة في تحويل توصيات هذا المؤتمر إلى واقع معاش، فنحن ما نريد أن يحصل في هذه المؤتمرات هو أن تطبق التوصيات، أما التوصيات فهي كثيرة والمؤتمرات كثيرة، لكنني أملا في أن تقوم الندوة وغير الندوة على تطبيق التوصيات التي تقدم في مثل هذا المؤتمر الطيب المبارك. جزاكم الله خيرا، أنتم أهل للشعر وللقريب، فكلمة في الشعر للشباب. الشباب كما تعلم يعني يشكلون ذخيرة مهمة للأمة، وهم يخاطبون في وسائل الإعلام المختلفة خطابا خاصا، ولهذا نقول شباب الهدى قد بنت أمتي عليكم من الأمل المنتظر، صروحا تقاوم عصف الأسى وتهزأ بالفسق أن ظهر، فهلا جعلتم لبنيانكم أساسا من الحق يا أبا الخور، ومن لاذ بالله في دربه كفاه المهيمن من كل شر.